نعم، اليوم الموصل تشهد الكثير من التدخلات من جهات سياسية كثيرة. الجميع من أجل أن يكون له موطئ قدم في العموم محافظة. اليوم نحن لا نعلم بأن نحن نعلم بأن الفرصة الاستثمارية هي ممنوحة لشخص من قبل أكثر من 7 سنوات. تكون هناك شراكة بينه وبين فصيل عصائد أهل الحق. بالتالي نحن كمجلس محافظة نينوى لم يعلمنا أحد بأن هذا الأمر يسير بهذا الاتجاه، ولكن اليوم إن كانت هناك مثل هكذا أمور من المفروض على الجهات الأمنية أن تخاطب قياداتها في بغداد، بالتالي يكون العمل على هذا الأساس.